سحر الأمواج الزرقاء والمستوى المتصاعد للاعب السورف والبودي بورد المشاركين بالبطولة الوطنية لرياضة ركوب الأمواج المنطقة ذال بشاطئ أنزا مدينة أكادير والمنظم من طرف جمعية أنزا الأمواج الزرقاء تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لركوب الأمواج عوامل زادت من جمالية البطولة وشغف المتتبعين لهذه اللعبة الأخذة في الانتشار. نشكر الناس ديال أنزا أنزا لوقفوا لهذه المقابلة ووقفوها مزيان وتمرتهم حتى هما كنشكرهم على هذه التمارة وعلى هذا المجهود اللي داروا كنشكرهم شكرا جزيلا. وحتى رئيس الجامعة الملكية المغربية سي محمد الحميري ولو ما حاضر شيء ما كيحتاجش علينا ديما كلهم كل نهار كيعيط جوج مرات ثلاثة مرات في النهار. وتميزت البطولة بحدة التنافس بين اللاعبين خاصة بين لاعب البودي بورد رغم وجود رياح معاكسة لاتجاه الأمواج مما صعب المأمورية على لاعبي السورف حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة الأمواج وقوة الرياح المعاكسة لاتجاه الموج. كان لوفشور مجهد بزاف وباش ديماري الموجة كان الريح كينرفع عيني بزاف صعيب كان لي كومبيسيون ولكن الحمد لله بعدا ومرة تلعب كومبيسيون دومي فينال. زعما سي تري بيان هو إلا أن تري بون نيفو دونك دي فوا لي كونديسيون ما تعاونش سي با غراف ليسونسيال سي دافوار بارتيسيبي وحيد ديك الخلعة ديال لا بخوميييغ فوا في أون كومبيتيسيون. Je remercie beaucoup l'association Anza Blue Waves pour l'organisation qui est très bien. Elle a fait des compétitions, mais quand je l'organise quand on parle à elle dit que tout est bien organisé, mais quand on parle à la les enfants sont bien pris en charge et c'est très bien. وفرحة عارمة للاعبين الأربعة المتوجين والمتأهلين لنهائي البطولة الوطنية التي سوف يعلن عنه لاحقا من طرف الجامعة الملكية المغربية لركوب الأمواج بإحدى المدن المغربية. Avec nous ici, tous les staffs, toute l'équipe de l'association Anza. Merci. Rendez-vous à la prochaine.